مساء الخير متابعاتي الحلوين في كل مكان، واهلا بيكم وحلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين، اخصائي العنايه بالبشره والشعر. والنهارده هنتكلم على حلقه جالي عليها كومنتس كتير واسئله كتير، ازاي نستخدم الديرمارول في البيت وبطريقه امنه وسيف، ونحط معاه ايه. تعالوا بينا نعرف هو ايه الديرمارول. الديرمارول ده جهاز اللي هو ده، او اداه صغيره بيبقى فيها سنون صغيره جدا بنسميها مايكرو نيدل. مايكرو يعني صغيره جدا جدا جدا، نيدل يعني ابر. السنون دي انا دايما حاطه الاداه دي في مكانها، عشان طبعا دي مهم قوي تبقى نظيفه ومعقمه، انها ابر فمش بشيلها ابدا الا وقت الاستخدام. هو ده الديرمارول بالظبط، وده شكله اظن كلنا عارفينه، ونشوف اعلانات كتير على السوشيال ميديا على الديرمارول. الديرمارول ده اولا اداه شخصيه، يعني لازم تكون بتاعتك لوحدك، ما ينفعش استخدم بتاعه اختي ولا مامتي ولا بنتي، ده اداه شخصيه لانها ابر، تمام. تاني حاجة ان هو لازم يكون كواليتي عالية جدا، يعني تكون السنون بتاعته مصنعة من التيتانيوم علشان ما يصديش، او ما يكونش معدن عادي او حديد او حاجات من اللي هي بتبقى مصنعة في مكان اي كلام او مش معروفة، لانها لو صدت دي ابر وبتدخل جوه الجلد فتعمل لي مشاكل والتهابات كتير. يبقى ده الديرمارول، وده شكله. هو موجود في مقاسات كتيرة جدا في السوق. احنا بنغلط ان احنا بنروح نجيب مقاس او عمق للابر دي كبير، وانا بستخدمه في البيت لازم استخدمه بحذر، وعشان استخدمه بامان لازم اجيب اقل عمق اللي هو نص ملي مش اكتر. اكتر من كده المفروض استخدمه في المراكز او في العيادات، ومش هينفع ان انا استخدمه في البيت عشان هيعمل لي سايد افكت ومشاكل كتير. ده شكل الاداه بتاعتي، وده فعلا العمق بتاعه نص، ابر صغيره جدا تكاد تكون مش باينه، تمام. وهوريكم ازاي نستخدمه بطريقه صح، وازاي ونستخدم معاه ايه، يعني انا استخدم معاه ايه عشان يديني النتيجه كويس. بس قبل ما اوريكم طريقه الاستخدام عايز اشرح لكم يعني ايه ديرمارول، او هو ليه بستخدمه، او بيعمل ايه، هل هو فعلا مفيد زي ما الناس بتقول، ولا عمل مشاكل للبنات فبدات تقول ان هو حاجه مش مفيده وفيك وهو حاجه بروباجندا. لا، الديرمارول من الحاجات المفيده جدا جدا للبشره. اولا الاداه دي عشان احركها على الجلد او على البشره فهي بتعمل لي مساج، يعني صوره الرول دي انها رايحه جايه بتعمل لي مساج للجلد، فبتعمل لي تحسين للدوره الدمويه في الجلد وبتحسن ملمسه. تاني حاجه ودي المهمه جدا، ان الابر الصغيره اللي قلنا عليها اللي موجوده هنا لما بحركها على الجلد دي بتبتدي تفتح اخرام بسيطه او قنوات بنسميها تشانلز او قنوات في الجلد، علشان تبتدي تدخل الماتيريال اللي انا هستخدمها معاه. تالت حاجه ودي الاهم، ان الجروح الفيك او الجروح اللي هي بسيطه اللي بعملها على الجلد بتدي اشاره للكولاجين والالاستين ان هم يفرزوا بصوره كبيره على ان ده جرح، يعني الجلد بيقرا ان ده جرح وحصل له، فبيبتدي يزود انتاج الكولاجين والالاستين عشان يعمل هيلينج او التئام للجرح ده. فانا هستفيد من الشكشكه بالابر دي ان انا احفز الكولاجين بتاعي يزيد فيديني نضاره، واحفز الالاستين يزيد فيديني مرونه وشده للجلد. يبقى الديرمارول ده فوائده كتيره جدا جدا جدا، وبيعمل لي فعلا نضاره حلوه قوي. طب ليه في بنات اشتكت منه؟ ليه في رسائل كتير بتجيلي على انه عمل لها مشاكل او وسع لها المسام؟ لاننا بنستخدمه غلط، بنجيب عمق كبير ما ينفعش نستخدمه في البيت، كمان بنستخدمه بصوره غلط او بطريقه عشوائيه على الجلد، فبيبتدي يعمل زي تهتك في الانسجه فيوسع لي البرز او المسام ويديني لوك مش حلو، او بستخدم معاه ماتيريال مش صح فتعمل لي التهابات وتعمل لي حكه وتسيب لي لون غامق بعدها، فابتدي اكره ان انا استخدم الديرمارول. كده دي الاداه بتاعتي، هعرفكم ازاي استخدمها على بشرتي. طبعا بعد ما طلعتها من العلبه وعقمتها كويس جدا بالالكحول، ابتدي انطر الالكحول كده من عليها، وطبعا وشي نفسه يكون متعقم برضو القطنه بالالكحول، وهمسح المنطقه او الوش كله اللي انا هستخدم عليه الديرمارول. ازاي الديرمارول هستخدمه؟ هبتدي مثلا لو انا هاخد الخد ده هبتدي امشيه على بشرتي بصوره كده عموديه افقيه كده رايح راجع كده، بعد 10 عدات عشان ما انساش، بعد 10 عدات رايح راجع كده على وشي، وبعدين نفس المكان برضو هستخدمه بالعرض برضو نفس ال 10 عدات. يبقى انا كده خدت 10 عدات افقي، 10 عدات بالعرض، وبعدين اخد كمان 10 عدات بالورد، 3 4 5 6 7 8 9 10، واخد 10 عدات بالورد الناحيه الثانيه، كاني بالظبط رسمت سامبوكسه او عملت زي نجمه. اخد نفس ال 10 عدات دول وانا ضاغطه، طبعا يعني بشتغل وانا ضاغطه، وزي ما قلت لكم الاداه بتاعتي تكون نص،
تمام؟ يبقى انا نفس المنطقه اللي بشتغل عليها باخد 10 عدات افقي، 10 عدات بالعرض، 10 عدات بالورب ده، 10 عدات بالورب التاني، وابتدي انقل على المنطقه اللي بعدها نفس الكلام، اعد 10 كده وكده اهو اهو، كل الفيس هشتغله بنفس الطريقه، كده انا عملت الفيس كله بنفس الطريقه، بنفس طريقه ال 10 عدات او رسمه النجمه او السمبوسه. كده انا خدت الوش كله، وطبعا انا مش بحسس، انا بضغط عشان احس بالنيدل دي وهي داخله في الجلد، وشك هيبتدي يحمر، وطبعا في بعض الناس بيحصل لها بليدنج شويه او بتبتدي تنزل شويه دم، كل ده طبعا امر طبيعي جدا ما تمسحيهوش، انت بالعكس دلكيه تاني جوه البشره. وعايزه اقول لكم طبعا ده الكحول بتاعي قبل ما استخدم الاداه، هكون بخيت عليها كويس جدا بالكحول كتير كلها، تمام؟ وطبعا دي بتاعتي اداه شخصيه، وبعد ما اخلص هعمل نفس الموضوع، ان انا هبخ عليها كلها واحطها في علبتها، تمام؟ واغطيها كويس جدا جدا، عشان طبعا دي نيدل وممكن تعمل لي انفكشن وتعمل لي مشكله. ونفس الكحول قبل ما اشتغل خالص برده هعقم الجلد كويس جدا قبل ما احط عليه النيدل. طيب ايه اللي المفروض استخدمه وانا شغاله بالديرمارول؟ انا عندي سيرمز، وانا بفضل دايما ان السيرم الوحيد السيف لكل انواع البشره ومش هيعمل لي اي التهاب ولا اي مشاكل الهيالورونيك اسيد. سيرم الهيالورونيك اسيد، اي سيرم بتستخدميه فيه ماده اسمها الهيالورونيك اسيد، هي دي الماده السيف اللي هتديني ترطيب وهتحميني من التجاعيد وهتدي شكل الجلد حلو. على فكره ماده الهيالورونيك اسيد دي هي ماده الفيلر اللي بنحقنه، فقد ايه هي ماده كويسه وبتديني شكل نضاره كويس، وبلس ان هي ماده طبيعيه موجوده جوه جسمنا، يعني اوريدي موجوده عندنا، فلما اخدها في شكل سيرم مع الديرمارول هتديني شكل النضاره الكويس. تاني مشكله برضو البنات بتعملها انها بتستخدم فيتامين سي مع الديرمارول. الفيتامين سي ده زي ما قلت لكم حمض، فما ينفعش ان انا استخدم حاجه حاده او اجريسيف مع اداه عملت اوريدي جروح، اللي هيحصل انه هيعمل لي حرقان جامد جدا، وممكن على تاني يوم يعمل لي التهاب، والالتهاب بيبدا باحمرار وبيقلب ببقع غامقه. فالناس تفتكر ان الديرمارول هو السبب في البقع، لا، الماده اللي استخدمتيها هي الغلط اللي استخدمتيه مع الجهاز. يبقى امن حاجه ان انا رايح دماغي من الفيتامين سي والريتينول والحاجات اللي هي بتعمل شويه حرقان او التهاب او اريتيشن للجلد، واستخدم الحاجات السيف اللي زي سيرم الهيالورونيك اسيد. وانا جايبه لكم النهارده نوعين من سيرم الهيالورونيك اسيد، النوع المستورد اللي هو ساندين زارتو، النوع ده سويسري ومن الحاجات الحلوه جدا جدا، ولو مش هنلاقيه في مصر او هيكون الكوست بتاعه عالي فالبديل له هو سيرم فيتشي مينرال، وده برده هيالورونيك اسيد من الحاجات الحلوه جدا وسعره معقول وحجمه كمان معقول. يبقى انا استخدم الديرمارول مع سيرم هيالورونيك اسيد، وبلاش الحاجات الاجريسيف زي فيتامين سي، هستخدم المقاس النص وبلاش ازود عنه عشان ما يعملش توسيع للبورز او ادخل في مشكله. لكن لو محتاجه مقاسات اعلى وحاجه بعالج بيها بس مش بعمل نضاره، فده لازم اعمله في كلينيك او في سنتر في ناس مع ناس بروفيشنال. لكن الديرمارول استخدامه في البيت بس هيعمل لك نضاره. طيب اقرر جلسه الديرمارول دي كل قد ايه؟ يفضل كل 3 اسابيع لشهر. يعني مفيش داعي ان كل اسبوع افضل اجرح في بشرتي، كل اسبوع افضل اجرح في بشرتي، لا، انا ممكن ادي فرصه للجلد ان بعد ما اجرحه يرجع تاني لطبيعته، لانه بيقعد كام يوم على ما يديني الايفكت او الريزلت اللي انا عايزاها. يبقى اكرر الجلسه دي من مرتين لمره مرتين او مره في الشهر، وارجع تاني اعملها عشان اشوف نتيجه كويسه منها. على الاقل عايزه من 3 لـ4 جلسات هشوف بشرتي مشدوده مترطبه، التجاعيد مش موجوده، لو عندي مسام كتير او من نوع البشره الدهنيه اللي بيبقى فيها زي المسام البرز اللي واضحه دي هتقل جدا وتطايب معايا لو استخدمت الديرمارول بالطريقه الصحيحه بتاعته. ولو عايزه اقول لكم حاجه اخيره، لو بنت التهبت او حست ان وشها بيجف قوي بعد الديرمارول، فهتزود الترطيب بتاعه لمده 3-4 ايام بابسط حاجه زي كريم البانسينول. يا رب تكون الحلقه افادتكم، ويا ريت نستخدم كلنا الديرمارول بالمقاس المظبوط بالماتيريال المظبوطه بالطريقه الصح عشان نشوف النتائج الكويسه منه. تابعوني في حلقات جايه كتير، وان شاء الله هقدم لكم وصفات طبيه كويسه كتير.